كنتفد في حياتنا جوج ديال المرات، الولاده البيولوجيه اللي كلشي كيعرفها، والولاده النفسيه واللي هي بالضبط السوجي ديال اليوم. في درت واحد الفيديو هي نيمو ان فلاشين، ولا نخليها شي بلاصه هنا ولا هنا المهم ما عرفتش، على انواع الشخصيات وبالضبط الشخصيه بيتا والشخصيه الفا. هاد الفيديو كانوا جاوا عليها بزاف ديال الانتقادات البناءة في الكومنتار، علاش ما دويتيش على انواع ديال الشخصيات الاخرى، كاين اربعة ولا ثلاثة ديال انواع اخرى، حتى هي كاينة في لاسوسيتي وبغينا بيان سور بغينا نعرفو حتى هي كيفاش نتعاملو معاها، حتى هي نتعرفو على نفوسنا فيها. دوزنا بزاف مراحل من حياتنا وجات مرحلة لادوليسونس، هنا كنا كنعيشو واحد الصراع، اي واحد منا كان كيحس راسو بلي هو راه في صراع، بلي راه كان موجات نفسية وحالات نفسية ماشي طبيعية مقارنة مع حالته دابا. فيك الساعة كنا صراع من أجل تكوين شخصية برونية وبرونية. هاد الصراع كأي حاجة وكأي حلقة فيك بيان سور كيجي الوقت فاش كتسالي، فكيسالي بواحد النتيجة ميكونوش دخلو فيها ثلاثة ديال المعطيات. ثلاثة الطريقة باش تربيتي، المحيط اللي داير بيك، والجينات ديالك. هاد ثلاثة ديال العوامل كيتفاعلو فيما بيناتهم، كيتفاعلو بيناتهم مزيان في ديك المرحلة ديال الصراع، وكيكونوك تعطيوك واحد الولادة نفسية، واحد الهوية نفسية. إما راك ألفا او لا بيتا او لا جاما او لا اوميغا او لا سيغما او لا دلتا، ولكن وصلت لستة ديال الانواع كامله. كيفاش نقدر نحدد راسي فيها؟ وكيفاش نقدر نعرف الناس اللي دايرين بيا لاش من تصنيف كنتي؟ بلاتي قبل ما ندوزو لهاد التصنيفات اللي جبت لكم، بغيت نفكركم بلي راه فايتة دايره اون فيديو على الشخصيه الفا والشخصيه بيتا، دوزو فيهم مزيان بطريقه مبسطه، تقدروا ترجعوا ليهم وعليك ليكم غنخليهم شي بلاصه هنا مازال ما عرفتش فين. الشخصيات الجداد ولا هاد التناول الجديد للموضوع مع هاد الكمالات ديال الشخصيات، اختارت انني نقربكم منهم اكثر، وانني نجعلكم تبغيو فعلا انكم تعرفوا عليهم، انني نجيب لكم امثله من واحد لا سيري اللي جوج في سيطا واش شفتوها، ولكن هي واحد سيري تري سيلابر. واختاريت شخصيات من ناحيه تشبه ليا بلي دوك الشخصيات اللي فيها كيمثلوا هاد لي كاركتير اللي انايا بنبيع ليها مزيان بوضوح. فاختارت انني في لافان ديال كل شرح ديال كل نوع ديال الشخصيه نفكركم ولا نوفريكم على البيرسوناج من لا سيري إيت. شخصية تيغما شخصية باينة بزاف، أي واحد فينا يقدر يتعرف على راسو واش هو تيغما، ولا يقدر يدتكت الناس اللي دايرين بيه، إلفو يكون فيهم لو سين تيغما. علاش؟ حيت واحد الشخصية هادئة بزاف، شخصية اللي ما كتحشمش من لي طابو، منفتحة بزاف ومستقلة، كتبغي دير أي حاجة راسها بلا ما تدخل شي حد آخر معاها، لدرجة أنهم كيشبهوها بدي حيت هو إنسان غامض بزاف، مكنقدروش نعرفو شنو تحت راسو حيت مكيبغيش يدوي على راسو، بجانب أنه إنسان واثق من نفسو بلاكسب. في لاسيري أيت بيرسوناج اللي كيمثل هاد الكاركتر هو أندر، داك الطالب الكثوم اللي مكيعرف عليه حتى شي حد شي حاجة، واثق من راسو بزاف، عندو ميولات خاصة ديالو، يقدر يفرض الهوموسيكسواليتي ديالو بالرغم انه سي تان تابو فداك لونتوغاج الصغير ديالو اللي هو الثانوية، بحكم انه مكاينش حد بحالو. طالب اللي عارف شنو بغا رغم انه با كيسنى منو بزاف د الحوايج في الدومين ديال التنس، الا انه هو عندو التصورات ديالو واضحة فكيسعى ليها اكسيتيرا. فوالا اوميغا هي كوكتيل خضات من الفا وبيتا، غير الحوايج اللي يخدموا الصالح ديالها هي. فانا هنا ما كنعطيش هذوك لي كاركتير اللي كيزين ولا كذا، كنعطي دوك لي تري براتيك ديال الشخصيه، لي تري كيفاش الشخصيه كتعامل مع الناس بطريقه واقعيه. فالشخصيه اوميغا هي واحد الشخصيه اللي مغروره واثقه من راسها بزاف، كيصحابها دائما راسها هي لو سونتر دو موند، في العلاقه دائما كيما كان بصفه عامه دائما كتبغي هي اللي تحط الحدود ودائما هي اللي تحط القواعد، وما يتناقشوش الناس خصهم يمشيو ليها. هي واحد الشخصيه اللي ما كتامنش بالامان الجماعي حيت كتبغي دائما تكون هي محط دار الاضواء، فاذا كانت نتائج مزيانه فهي ديالها، واذا كانت خايبه فهي ديال الناس. انسان اللي ما كينجحش مالوغيزمون في العلاقات العاطفيه حيت دائما كيبغي ياخذ وما يعطيش. في سيري اليت لو هي اللي جسدت هذا الكاركتير اوميغا، فهي ديك الطالبه اللي دائما منبهره براسها، حاسه براسها بزاف، واثقه من راسها بزاف، تقدر حاجات كاع اللي تقدر تتمناه، ولكن مالوغيزمون دائما كتلقى راسها بوحدها حيت حتى واحد ما كيصبر على الكاركتير الغريب ديالها وعلى الانانيه ديالها. دلتا شخصية دلتا هو واحد الانسان هادي بزاف، بغى غير التعادل، بغى غير المساواة، انسان اللي عادي بزاف، ما عندوش طموحات كبيرة، احلامو عادية بزاف وستاندار. في الخدمة كتلقاو داك المثابر اللي كيدير دائما ساعات اضافية غير باش يرضي ويتودد شوية السوبيريور ديالو، ما كيبغيش يتكا، كيبغي دائما غير يسمع الناس ومشاكل وخا الخاصة كيخليها ليه اللي هو كيقمعها، حيت عندو شي واحد لو مونك دو كونفيونس اون سوا. في لاسيري اليت كنلقى سامويل هو اللي جسد هاد لي تري ديال هاد الكاركتير، كاركتير دلتا، فإلا تفرجتو غادي تعرفو مزيان بلي فغيمون إل ساجي دو مي، وبلي كل مزيان هاد لي تري غادي تعرف أكثر على لي زوطخ تري ديال لي سين دلتا. إي فينالمون شخصية جاما، شخصية جاما هي واحد الشخصية هادئة بزاف، انطوائية بزاف،
درت لهم راسهم صغيره بزاف. هما واحد الناس اللي كيبغيو شي يحاولوا كيرفضوا انهم يحاولوا، حيت بالنسبه لهم الا حاولوا راه غادي يفشلوا من جديد. فخدمة كتلقاو داك الموظف اللي ما بقى لك كلشي بلا ما يفكر، واخا يكون هادشي كيتعارض مع المصلحه ديالو، حيت ما عندوش مالوريزمون واحد الهويه مهنيه. واحد الشخص حساس بزاف كيقلب غير على اللي يكون معاه، واخا يحس انه كيستغل، واخا يحس انه بشكل او باخر كيأذي، ولكن ما عندوش مشكل كيقلب على ديك لا شالور اللي يحس انه واحد الانسان راه في صفو. من جهه اخرى هو واحد الشخص اللي كيامن بزاف بالروحانيات وبزاف بزاف بالعقائد وبالمعتقدات الدينيه والعقائديه. في الفلاسفه ديالي تلقاو كايتانا هي اللي مثلت هاد لي كاركتير كوم لي فو فريمون، وي سي ان بور غاما كتا كوم لي فو، تنولات كاع لي كوم ديالها وكاع لي زونغ ديالها كوم لي فو، كاع شي من عليه كينطبق عليا اي بلان دوطخ تري لي بغيتكم انكم تكتشفوا فاش تشوفوا لا سيري. فوالا سي لافان نوت فيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. خليو لي في كومونتير واشكم نتوما الفا بيتا غاما سيغما، شكون تكونوا خليو لي هادشي في كومونتير كنقرا كلشي. اي دوطخ بار جو زانفيت انكم تشوفوا لا سيري لي سي اون سيري تري ريكوم تري سيلير دايوغ، غيكون بزاف ديال الناس دابا عارفين على واش ندوي وشافوها، والناس اللي مازال ما شافوهاش جو زانفيت انكم تعرفوا عليها. الا ما كانش عندكم مشكل معها تناول الفني كيلكو طابو باسكو فيها فريمون كيلكو طابو، واحد سيري جريئه شويه. اي فوالا كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، انه الهدف ديالي اللي كان انني نمثل لكم هذوك لي تري اون ديالكم تعرفوا عليهم اكثر، يكون فريمون وصلت لهذا البيت وانا نكون نجحت فيه. سي سي لوكا كيما قلت لكم خليو لي الضغط في الكومنتير قولوا لي هادشي فيهم. اي بوغ تو كونتاكت نزيدي با تلقاو لوليان ديالي في لابار دانفو، لوليان ديال الانستغرام ديالي، مرحبا بكم كاملين. فوالا تهلاو فراسكم، الى لا بروشين.